تقالي كده الكادر ده مناسب فشخ. فبدون اي مقدمات يلا نبدا في حلقه النهارده، لان الحلقه دي حلوه. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر مونتيك. ان شاء الله في حلقه النهارده هنتكلم فيها عن موقع حلو للناس المناسبه. يعني في ناس كده بتجيلي في الكومنتات تقول لي انا مش عارف اكسب من اختصار روابط، انت بتشرح مواقع اختصار روابط كتير قوي وما بعرفش اعمل منها اي حاجه، انت بتشرح مواقع صعبه، المواقع اللي انت بتشرحها محتاجه جهد كبير، المواقع اللي انت بتشرحها مش اي حد يعرف يشتغل فيها. وده حقيقي فعلا، يعني انا مش اي حاجه بشرحها اي حد ممكن يشتغل فيها. مش مره بالمناسبه يعني في حد كلمني في التليفون قبل كده، كانت واحده تحديدا يعني بتقول لي طب ما في ناس كانت بتكسب من النت اللي هو عادي كده، ناس تحقق $100 او $200 في الشهر عادي، لا كده وخلاص بطريقه معينه كده بهاك يعني او حاجه. ترى الكلام ده كان 2013 2012 2014، اما دلوقتي بقى في شغل على النت، الناس بتشتغل على النت، الحاجات القديمه دي ما عادتش شغاله دلوقتي. فالموقع بتاع النهارده موقع سهل، الموقع النهارده موقع بسيط للناس اللي اصلا ما بتعرفش تعمل حاجه، الناس اللي قاعده في البيت زهقانه ما بتعملش اي حاجه غير انها قاعده في البيت كده بس، ما بتعملش اي حاجه. وكمان ربح الموقع ده مش كبير، يعني ربح الموقع ده للناس اللي عايزه تجمع راس مال في 3 4 شهور، الراس مال ده تحطه في حاجه كبيره بعد كده. يعني انا مثلا ممكن اقول لك انك في 3 4 شهور ممكن تحقق الموقع ده $100 $100 بس في 3 4 شهور، وده مش وحش لحد ما، ده مش وحش بالجهد اللي انت هتقدمه في الموقع ده مش وحش، تمام. فانت هوريك الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي ونشوف الموضوع مع بعض. فالموقع بسيط جدا، اسمه ام بي سي كاش. اولا صاحب الموقع ده حد انا اعرفه، فما تقلقوش لو حصل اي حاجه كده ولا كده، وانا باكد لك ان ده مش هيحصل لان ده الشخص ده موثوق جدا، واصلا يعني عمل كذا موقع قبل كده وشغالين لحد دلوقتي زي الفل، بس ما اقدرش اقول على اسمه يعني، ولكن شخصيه موثوقه جدا. ف الموقع ده هيطلع ممتاز، والسكريبت ده مدفوع عليه فلوس كتير، انا شهدت على الموضوع ده بنفسي. فايه ما تقلقوش خالص، الموقع ده مدفوع فيه فلوس حلوه، تمام. فاكيد مش هينصب او هيعمل حاجه، فما تقلقوش. وكمان ده صديق ليا صاحبي يعني، فلو حصل حاجه انا هنفخه لكم، ما تقلقوش خلاص، تمام. يلا نيجي لطريقه ربح الموقع. انا مش هروح على الكمبيوتر واقعد اعمل لك الدنيا، يعني الموقع بسيط جدا فانا هشرحه لك واحده واحده من مكاني هنا بسهولة جدا. يلا اول حاجة، الموقع ده طريقة الربح منه سهلة جدا، عن طريق انك بتعمل حاجات دي هي عبارة عن ايه؟ يعني اكشن، سي بي اي. الموقع ده طريقة الربح منه سي بي اي، يعني كوست بير اكشن، انت بتعمل حاجة عشان تقدر تحقق منها فلوس. الحاجات دي بتبقى سهلة مش صعبة، زي انك تتخطى اختصار روابط، زي انك تحمل ملف ما، زي انك تخش على موقع، زي انك تعمل اي حاجة. زي ما انت شايف قدامك دلوقتي، قدامك عروض كتيرة جدا ممكن تختار اي عرض منهم. في القائمة اول ما تفتح الموقع في القائمة اللي على الشمال بتلاقي قدامك عروض تقدر انك تختار اي حاجة منها، مثلا زي انك تحمل ملفات، انك تخش على مواقع، انك تعمل اي حاجة من الحاجات دي، وكل حاجة بتديك رقم معين من الكوينات، مثلا 60 من 100 كوين. 60 من 100 كوين ده لما تجمع 1 كوين ب 2 سنت، ال 1 كوين ب 2 سنت. العرض مثلا ممكن تلاقي عرض ب 1 كوين، ممكن تلاقي عرض ب 60 من 100 كوين، ممكن تلاقي عرض ب 20، ممكن تلاقي عرض ب 30، ممكن تلاقي عرض ب 40، تمام. وبتفضل تجمع لحد ما بتجمع $1 وتسحب ال $1 ده على فودافون كاش، تمام. فقدامك اقل مبلغ لسحبه فودافون كاش على الموقع ده ب $1 بس، وده حاجه ممتازه جدا. انا شخصيا عندي اثبات دفع شخصي من الموقع ده على فودافون كاش ب $2، ف يعني الموضوع بسيط جدا. اشتغلت فيه بدوبك بالظبط يومين او يومين وشويه بصراحه، يعني كنت بشتغل لي ساعه واحده بس في اليوم وحققت $2 في 3 ايام او يومين وشويه. يعني في اليوم الثالث كنت محقق $2، فالموضوع كان بسيط جدا، تمام. مش محتاجه اي تعب، مش محتاجه اي جهد، الموضوع بسيط جدا. في ساعه او ساعه ونص بالكتير قوي تكون خلصت كل العروض اللي قدامك وتقدر تسحب الفلوس في نفس اليوم وتجيلك كمان في نفس اليوم. دي تعتبر حلقه ربح على السريع، يعني من الحلقات القديمه اللي الناس كانت بتحبها. فلا دي مش حلقه ربح على السريع، احنا قفلنا الموضوع ده، ولكن الحلقه دي للناس اللي فعلا ما انتخب، الناس اللي قاعده في البيت، الناس اللي ما بتعملش اي حاجه، الناس دي اللي انا ساعات ببقى منهم بصراحه. فالناس دي الحلقه المناسبه ليكم، دي طريقه الربح المناسبه ليكم. المحترف قبل كده قال، المحترف امين رغيب قال قبل كده، انت ممكن تحقق راس مال مثلا $150 $200 في سنه او 6 7 شهور على الاقل من موقع ميجا تايبرز، بتقعد تكتب كباتشه بسرعه 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 وال1000 كود ب $2. لا بدل ما توجع ظهرك والدنيا دي كلها، لا في ساعه ولا في ساعه ونص او في ساعه، والله العظيم ممكن اقل من ساعه كمان، انت وسرعتك وانت وشغلك وانت من النت بتاعك ممكن تحقق مبالغ كويسه جدا 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 من الموقع ده. هتقول لي طب صاحب الموقع ده بيكسب ايه؟ هقول لك لا، صاحب الموقع ده بيكسب من كذا حاجه. اول حاجه صاحب الموقع ده ممكن يكسب من اعلانات، انك انت بتخش على الموقع في اعلانات، وفي اعلانات جوه
التخطي نفسه، التخطي فعلا ممكن صاحب موقع بيكسب من الناس اللي بتقول له انا هحط الموقع بتاعي جوه الموقع بتاعك. يعني الموقع بتاعه ده انت بتخش على فيزيت سايت، فيزيت سايت دي بتدخلك على مواقع تانية، المواقع التانية دي ممكن تدفع لصاحب الموقع ده فلوس عشان يقدر يشهرهم وينزل ترتيبهم في أليكسا، وبالتالي ممكن يبيعوا الموقع بتاعهم بفلوس اعلى. تمام، فصاحب الموقع بيكسب فلوس وانت تكسب فلوس، انتوا الاثنين بتكسبوا وانتوا الاثنين كسبانين، وانا كمان هكسب لو انت اشتغلت من الرابط الريفرال بتاعي، هتلاقي يعني رابط اسفل الفيديو. ف شكرا جدا ليك لو انت عملت كده، يعني هتلاقي رابط الريفرال بتاعي اسفل الفيديو. انا بكسب 5% بس من صاحب الموقع مش منك، فاشترك في الموقع عن طريقي وشكرا جدا. المهم يا جدعان، يعني زي ما اتفقنا كده الموقع بسيط، الموقع سهل ما فيهوش اي حاجه، مش محتاج اشرح لك يعني ازاي تسجل فيه، يعني يوزر نيم باسورد وعيد الباسورد الايميل بتاعك ريجستر خلاص خلص الموضوع بدون اي حاجه. بعد كده بتخش على الموقع بيديك كوين ب 2 سنت، بيعرفك يعني بيديك واحد كوين بيكتب لك جنبها 2 سنت بحيث انه يعرفك ان الكوين ب 2 سنت في الموقع. تمام، وبتجمع لحد بيبقى معاك 1 دولار تقدر تسحبها على فودافون كاش، لو معاك 2 دولار تقدر تسحبهم على فودافون كاش او باي بال، لو معاك 5 دولار تقريبا تقدر تسحبهم على باير تقريبا حاجه زي كده، يعني هتسيب لك وسائل الدفع كلها، وعندك كمان بيتكوين موجوده، فانت عندك كل الموضوع ده ومش تحتاج اي حاجه في الموقع ده بصراحه. يعني فبصراحه موقع ممتاز، خليه عندك فوق في المفضله، خش عليه كل يوم ضغطه اعمل العروض خلاص خلصت اخرج من الموقع خلاص وكمل يومك عادي جدا على الانترنت مفيش اي مشكله. فخصص ساعه في اليوم او ساعه ونص او اقل والله من ساعه لو انت تقدر، او يعني حاول تخلص على قد ما تقدر، حدد مثلا ساعه وخلص فيها العروض اللي تقدر عليها وخلاص. تمام، فاضمن لك تحقق مثلا في الشهر الموقع ده من 30 ل 40 دولار يعني، وده لحد ما كويس. يعني في ناس على اليوتيوب والله والله ما بتعرف تحقق المبلغ ده من 30 ل 40 دولار، والله ناس على اليوتيوب ما بتعرف تحققه. تمام، الناس اللي قناتهم مثلا، يعني انا مثلا ساعات ما كنتش بقدر احقق المبلغ ده، يعني الحمد لله الايام دي يمكن تكون مشيت شويه، ولكن برضو زي ما قلت لك ان فعلا كان في ايام وايام يعني كنت 20000 وحاجه 20000 مشترك كمان وما بقدرش احقق 30 دولار في الشهر من اليوتيوب. تمام، فدلوقتي انت تقدر تحقق المبلغ ده بدون ما تظهر على الكاميرا، بدون ما تشتري كاميرا، بدون ما تشتري اضاءه، بدون ما تشتري ولا تعمل سبيس ولا تعمل اي حاجه، تقدر تحقق المبلغ ده من الموقع ده بكل سهوله. في نهايه الموضوع كده عايز اعمل شاوت اوت لقناه يحيى تكنو اللي ما يعرفش يحيى. يا جماعه يحيى ده من الناس اللي هم العباقره في مجال ربح الانترنت عموما، فقناته حصل معاه حاجه كده زي حاجه اللي حصلت مع وهبس لو تفتكروا، وهبس حصل معاه مشكله جاله كوبي سترايك وكوبرايت وحوارات كده. يحيى نفس الكلام برده جاله معاه نفس المشكله ونفس حوار البارتنر برده الكلام ده، هتلاقي قناته الجديده اسفل الفيديو، يا ريت نقدم له سبورت ونعمل له اشتراك في القناه عشان يقدر ان شاء الله انه يكمل وان شاء الله يرجع اقوى من الاول. زي ما قلت لكم يحيى من احسن الناس اللي بتشتغل في روح الانترنت، فهو صديقي اشترك في القناة بتاعته ان شاء الله يقدر يرجع احسن من الاول. وبس كده، يا ريت لو عجبك الفيديو ده وعايز ناس تستفيد منه اعملوا لايك، يعني اللايك ده والله العظيم مش هيخسرك اي حاجه. عايزين نوصل الفيديو ده ل 300 لايك، واشترك في القناة طول ما تشوفني، واشترك في قناة يحيى برضه هتلاقي اسفل الفيديو هتلاقي شاشة النهاية، و اعمل شير للفيديو يمكن يوصل لناس تانية تكون محتاجة الفيديو ده ولا حاجة. يعني حب الناس وحب الخير خليك انسان. اوكي، بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.